مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مساحه للراي. شبح الحرب في اوكرانيا خيمه على مؤتمر ميونخ للامن الذي ينعقد في ظل غياب روسيا. فاي سياسات يرسمها صناع القرار في عاصمه بافاريا للتعامل مع ما وصفها الامين العام للامم المتحده باخطر ازمه منذ نهايه الحرب البارده؟ واي مستقبل للامن الاوروبي في ظل التحديات المتعلقه بالسياسه الدفاعيه المشتركه والطاقة؟ فقد هيمنت الأزمة الأوكرانية على أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 58، وركزت كلمات المسؤولين الغربيين المشاركين في المؤتمر على التحذير من غزو روسي لأوكرانيا والتلويح بعقوبات هائلة على موسكو. كذلك شهد المؤتمر مناقشة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبرالي والإرهاب وقضايا الشرق الأوسط، كذلك الملف النووي الإيراني. فهل أثر مؤتمر ميونخ في الأزمة الأوكرانية؟ هذا ما سيكون محور حواري مع ضيف النهاردة في مساحة للرأي، الدكتور محمد شاكر، مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. منورنا دكتور. أهلا أحبي. خليني أقول إن العالم في حالة ترقب، يعني كل التصريحات التي تصدر سواء من يعني من بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من رؤساء ماكرون وغيرهم تؤكد أن هناك غزو مرتقب لأوكرانيا. بالأمس تم الاعتراف بإقليمين انفصاليين، إقليم دايناسك ولوغانسك، واعترفت روسيا وبعض الدول التابعة لها بهذا الانفصال. كيف ترى الوضع؟ في الحقيقة الوضع متأزم جدا بين روسيا وأوكرانيا. اعتقد بشكل كبير جدا ان احنا على مشارف حرب فعلا في الإقليم، بعد خصوصا بعد اعلان الانفصال من الاقليمين لوغانسك ودونست. الاقليمين بادرت على طول روسيا للاعتراف بيهم، وده بينذر ان روسيا مش هتنتظر الراي الدولي بالدولتين دول كدولتين، انما هي بدرت على طول احنا معترفين بالدولتين وايدت. واعتقد ان ده هو ما تحذر منه الدول الغربية او ما كانت تحذر منه في خلال الفترة الماضية. اعتقد كمان ان روسيا لم تعبأ بالتلويحات الغربية بعقوبات. روسيا ماضية فيما تصبو اليه ان هي عايزة تعمل منطقة امنة حول الاطار الروسي او حول الدولة الروسية. المنطقة دي لن تتوانى روسيا في انها هتدافع عنها بكل ما اوتيت من قوه. خلينا دكتور محمد اتوقف هنا. يعني البعض يرى ان يعني من حق روسيا ان تدافع عن مصالحها الاستراتيجيه. نحن نتحدث عن حدود متاخمه لروسيا او للاتحاد السوفيتي سابقا يعني. وهنا برضه هناك رؤيه، يعني انا عندما يعني ارى تصريحات بايدن او الاوروبيين بترجع بقى الذاكره لمساله خليج الخنازير وازمه الصواريخ او في كوبا يعني، وكان يعني هناك نذر حرب يعني، وتم تفكيك هذه الصواريخ يعني. لماذا يعني لا يعني الغرب وامريكا لا تعطي الحق لروسيا في مثل هذا الامر، خاصه انها حدود متاخمه، اوكرانيا تحاول ان تنضم لحلف الناتو، وهذا خطر، يعتبر خطر على روسيا. في الحقيقة إن الغرب يعني نقدر نقول مش بس لا يعطي الحق، الغرب بيحاول بقدر الإمكان إنه يستفز الدب الروسي. الغرب بيسعى جاهدا بعد نهاية الحرب الباردة ضم ثلاث دول، استونيا وليتوانيا ولاتفيا، لحلف شمال الأطلنطي. الدور القادم تلقائي وبديهي على أوكرانيا. فهل من المتوقع أن تنتظر روسيا حتى تنضم أوكرانيا صراحة للحلف وتكون في بداية وكتبها بداية لدول كثيرة مقدمة طلبات؟ بالضبط كده، مش بس بداية، إنما هتكون في مواجهة مباشرة مع حدودها، في مواجهة مباشرة مع التحالف حلف الناتو. تمام. خلينا قبل ما اتكلم على نذور الحرب البارده او ان نحن على ابواب حرب بارده جديده، خلينا قبل السؤال ده اتكلم على عدم مشاركه روسيا في مؤتمر ميونخ للامن. هل هناك وجاهه وهل هناك اسباب منطقيه لعدم مشاركه روسيا في هذا المؤتمر؟ والله اعتقد ان الاسباب وضحت جدا امبارح بالليل
مجرد قبول روسيا واعترافها بانفصال الإقليمين واعترافها بهم كدول مستقلة جديدة. فبالتالي روسيا كان واضح جدا أنها أنا مش هقبل بكل الترتيبات الغربية والترتيب الغربي ومحاولة إقناع روسيا بالعدول عن استقلال الإقليمين. محاولة الغرب أن هو يقنع الروس لا تتدخلوا عسكريا. روسيا بتقول للغرب يعني افعل ما شئت، انا ماضي في طريقي بما يخدم المصالح الروسية. فبالتالي كان فيها عدم استجابة من الجانب الروسي، اتضحت جليا امبارح بالليل باعلان روسيا او باعتراف روسيا صراحة بدولتين جداد وهما لوغانسك ودونتسك. طيب خليني هنا يعني اتوقف عند يعني خليني مش اقول يعني المسرح الدولي، هناك شيء يعني هناك ترتيبات جديده. يعني خلينا اتكلم على بدايه بعلاقات الولايات المتحده مع الاتحاد الاوروبي. يعني علاقات الولايات المتحده مع الاتحاد الاوروبي باعتبار ان الولايات المتحده هي القوى الاكبر في حلف الناتو، كان فيها توتر ايام ترامب، وكان ترامب يعني له يعني تصريحات سياسيه خلينا اقول ان انا دايما اقول تتسم بالبلطجه يعني، وحتى تحدث عن وجود قوات امريكيه في ألمانيا وفي حلف الناتو وإن إحنا بندافع عنكم فادفعوا فلوس. يعني اليوم إدارة جديدة بايدن، الحديث بشكل أو بآخر حديث سياسي، وهي دي طبيعة الإدارة الديمقراطية. على الجانب الآخر العلاقات الأوروبية الروسية، هناك علاقات اقتصادية ومصالح اقتصادية، خاصة إحنا نتحدث في حالة الطقس والتغير الحادث في المناخ، وهناك خط الأنابيب الغاز الواصل لألمانيا. هل هناك تباين ما بين يعني ما بين موقف الاتحاد الأوروبي من جهة وأمريكا من جهة أخرى؟ أنا شايف إن مفيش تباين بالمرة. الموقف دلوقتي أصبح في يعني يمكن التصرف الروسي أو السلوك الروسي تجاه أوكرانيا تجاه الإقليمين ده هيوحد، حتى لو في نوع من الاختلاف البسيط ما بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي، ده هيوحد الموقف الغربي بالكامل، أوروبا وأمريكا معا في اتجاه مواجهة روسيا. خصوصا ان احنا نقدر نقول ان احنا امام ما يشبه يعني ما اشبه اليوم بالبارحة، ما يشبه الموقف الاوروبي من المانيا قبيل الحرب العالمية الثانية. احنا الموقف النهاردة بيتشابه تماما، وبالمناسبة يعني احنا النهاردة بنتكلم عن مؤتمر ميونخ برضو قبيل الحرب العالمية الثانية عام 1938 عقد مؤتمر في ميونخ ايضا لمواجهة او للنظر في التوسعات الألمانية، والمؤتمر لم يسفر عن شيء، بالعكس يعني قاد المجتمع الدولي الى الحرب العالمية الثانية. فبالتالي احنا يعني ما اشبه اليوم بالبارحة، النهاردة العالم الغربي بيتحد او بيتكاتف في مواجهة روسيا. مع الاختلاف بالطبع يعني ألمانيا هتلر تختلف كثيرا عن روسيا يعني، وهنا أتكلم على أن حتى تلويح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإجراءات اقتصادية، وهناك إجراءات اقتصادية أخرى يعني. وهنا خليني أتوقف، يعني هل روسيا بهذا الضعف أن دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يمارس ضغوط اقتصادية أو إجراءات اقتصادية على روسيا؟ والله هو مش هنقول ضعف. الولايات المتحدة الأمريكية هي المهيمن على المنظومة الاقتصادية في العالم كله النهاردة، فبالتالي هي تقدر يعني تستطيع أن تمارس ضغط اقتصادي على أي دولة في العالم بما فيها روسيا بما فيها الصين. الولايات المتحدة مهيمنة على النظام الاقتصادي العالمي، خاصة يعني إذا ما تيقننا أن روسيا نفسها اتبعت النظام الرأسمالي واندمجت في النظام الاقتصادي العالمي، فبالتالي الولايات المتحدة تستطيع أن تمارس ضغوط اقتصادية. لكن السؤال هنا، هل تستطيع الضغوط الاقتصادية التي تفرضها أو التي ستفرضها أمريكا والغرب من إثناء روسيا عن موقفها ولا لا؟ هو ده السؤال الأهم، مش هل هتستطيع الولايات المتحدة تفرض عقوبات ولا لا؟ فرضوا عقوبات، لوحوا بعقوبات في اليومين اللي فاتوا في الأسابيع اللي فاتت، ومع ذلك روسيا اتخذت قرارها ونفذت. فهل العقوبات الاقتصادية دي أيا كانت هل هتثني روسيا عن بداية التوسع في المحيط؟ وأعتقد إن التوسع أو الدعوة الانفصالية اللي دعتها روسيا
للإقليمين واستجابت بسرعة بمجرد استجابة الإقليمين للمطلب الروسي في أنهم ينفصلوا فبدأت بالاعتراف بيهم. أعتقد أن ده أن دي نقدر نقول زي لعبة الدومينو بسرعة في أقاليم تانية هتبادر. روسيا مش هتقف عند النقطة دي خاصة بعد ما تكون حققت انتصار على أرض الواقع ولو انتصار دبلوماسي أو سياسي ولو انتصار سياسي. خليني دكتور محمد هنا أتوقف عن ألمانيا ميركل وألمانيا المستشار الجديد. يعني ألمانيا هي المتضررة الأكثر من دول الاتحاد الأوروبي خاصة أن يعني مواردها من الغاز الطبيعي كلها بتأتي من روسيا. بالأمس هناك تصريحات روسية تؤجج الموقف أكثر، هناك حديث عن أوكرانيا بتسرق الغاز الروسي المار عن من أراضيها، هناك أحاديث يعني كلها تزيد من التوتر. على الجانب الآخر رئيس بايدن يعني يدعو رئيس أوكرانيا لعدم الخروج من أوكرانيا لحضور مؤتمر تقريبا 22 النهاردة أو بكرة. يعني هنا يعني الكلام يعني، وكمان حتى رئيس أوكرانيا يؤكد أنه لا هنا ما فيش حرب وأن يعني مش وارد مسألة الحرب. فجأة نلاقي من بايدن والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعوة أن الحرب قادمة لا محالة. حتى إيه يعني مش عايز أقول أن أنا حاسس كده أن احنا داخلين على حرب أتاري، يعني الساعة كذا يوم كذا بالليل هتبقى في حرب يعني. وعلى الجانب الآخر روسيا بتقول طبعا في حشد قوات مستمرة على الحدود، بتدعي أن هناك مناورات مشتركة مع دولة بيلاروسيا ومناورات على الحدود الأوكرانية، وطبعا إقليم كييف هو كييف تابع ليرو. الشكل على الأرض يعني يوحي بأن المسألة فعلا هناك حرب، وهل ستتدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر لمساعدة أوكرانيا أم ستتركها وحيدة؟ يعني أعتقد بشكل كبير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صرح في خلال المؤتمر مؤتمر ميونخ إن هو الموضوع سيقتصر على عقوبات اقتصادية. لو كانت يعني المتحدثين باسم البيت الأبيض اتكلموا أكتر من مرة بأن أمريكا هترد وهترد الرد المناسب، لكن كمالا هاريس أول امبارح نائبة الرئيس الأمريكي بالضبط نائبة الرئيس الأمريكي بتؤكد إن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي، ولكن كل ده في إطار من العقوبات الاقتصادية. فبالتالي هل احنا بصدد حرب عالمية تانية ولا لا؟ أنا بقول بنسبة 90% لا، احنا مش بصدد حرب عالمية على الأقل في السنة رغم ان الاجواء حضرتك اشرت انها تشبه بشكل او باخر الاجواء السابقه لحرب العالميه الثانيه. حتى رغم الاشاره دي انا بقول ان الحرب العالميه الثانيه كانت مؤتمر ميونخ كان عام 1938، فكان قبل سنه من الحرب العالميه الثانيه. انا بقول برضو ان احنا في خلال السنه دي مش هيكون في حرب عالميه، لكن اذا استمرت روسيا في انها تحاول التمدد في المحيط الجغرافي لها، اعتقد ان هنا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه لن تقف مكتوفه الايدي. لكن ده مش هيكون بس في الازمه الاوكرانيه، اعتقد ان الازمه الاوكرانيه هتكون لا اضيق من هذا، هيكتفي الغرب بمجموعه من العقوبات الاقتصاديه التي يرى انها سترضع روسيا. الكلام الآن أن هناك قوة اقتصادية جديدة سوف تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، وهو التنين الصيني أو الصين. النهاردة في علاقة استراتيجية واتفاقيات استراتيجية تمت ما بين روسيا والصين. موقف الصين كقوة كبرى على الساحة إذا حدثت أزمة ما بين روسيا من جهة وأمريكا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. أخذ إجابة حضرتك بعد هذا التقرير للصحافة، فابقوا معنا. كتبت صحيفة الأهرام رباعي ميونخ يتفق على دفع عملية السلام بالمنطقة ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين. وأشارت أن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا أكدت الالتزام بمواصلة العمل مع جميع الأطراف على خلق أفق واقعي لاستئناف عملية سياسية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ماجد حبتا يرى أن غياب روسيا لأول مرة منذ سنة 1991 المؤتمر ميونخ للأمن جاء انعكاسا للمستوى الذي وصل إليه تدهور العلاقات بين الشرق والغرب، كما اتهمت الخارجية الروسية المؤتمر بأنه أصبح متحيزا للغرب وفقد طابع الشمولية والموضوعية. أما صحيفة العين فكتبت تقول إن غياب روسيا عن مؤتمر ميونخ للأمن أعاد للأذهان فترة التحزب والانقسام بين ما يعرف بين الكتلتين الشرقية والغربية في فترة الحرب الباردة والتي لم يشارك فيها الاتحاد السوفيتي في المؤتمر الأمني البارز، كما أن غياب روسيا ضيع فرصة كبيرة لإجراء محادثات عن قرب بين الغرب وروسيا وممثلي أوكرانيا، انطلاقا من أن مؤتمر ميونخ يعتبر طوال تاريخه منصة أساسية للمحادثات والدبلوماسية السرية. محمد صالح يرى أن القراءة الأولية في مضمون تقرير مؤتمر ميونخ للأمن تعطي الانطباع حول طبيعة المخاطر التي تواجه العالم حاليا، فبالإضافة إلى المخاطر العالمية ولاسيما الأزمة الأوكرانية أراد التقرير مناقشة تداعيات الأزمات التي شهدها العالم خلال العام 2021 وما ستؤول إليه الأوضاع خلال العام 2022، مثل الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان والوضع الأمني المتدهور في مالي ومنطقة الساحل الإفريقي بأكملها. أما في صحيفة العرب يرى الكاتب الصحفي علي الصراف أن صراخ أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر ميونخ للأمن بشأن المخاطر التي تهدد النظام العالمي لا يغني عن واقع أن المطالب الروسية تعني أن هذا النظام سوف يتفكك في نهاية المطاف، لأنه قائم على أسس لم تعد الولايات المتحدة قادرة على حمايتها كما لم تعد الدول الأوروبية قادرة على تحملها. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، مرتين برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد شاكر مدرس العلوم السياسيه بكليه السياسه والاقتصاد جامعه السويس. يمكن التقرير في نقاط هامه جدا قبل سؤالي فيما يخص قوه الصين ككبرى، يعني من 91 وروسيا تشارك، هذه هي المره الوحيده التي تشارك، وحديث عن انقسامات داخل مؤتمر ميونخ. هاخد حتى مسؤوله الامن في, 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 في كلامها الاخير انها بتتحدث هنا عن حاله من الشقاق بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه. تعقيب حضرتك على هذا التقرير. في الحقيقة زي ما قلنا من شوية ان احنا يعني بصدد انقسام جديد، بصدد تشكل او تشكيل جديد للنظام الدولي. اعتقد ان ده مش يعني ليس ببعيد عن السؤال اللي حضرتك سألته وهو الصين وموقف الصين. اعتقد ان الصين رغم تصريح وزير الخارجية الصيني اول امس ان المفروض ان الدول تحل مشاكلها بالحلول السياسية والدبلوماسية، الا ان اعتقد ان الصين لن تتوانى في الدفاع عن او في تأييد الموقف الروسي في حال حدوث ازمة، في حال تبلور الازمة ووصولها لحد او لحافة الهاوية. الصين ستدعم ان سريا او علنيا ستدعم الموقف الروسي. احنا يمكن التقرير يتكلم عن ان احنا بصدد تشكل نظام عالمي جديد، وان لم يقولها صراحة، لكن بيقول اوضاع لم تعد الولايات المتحدة الامريكية قادرة على تحملها، ولم تعد الدول الأوروبية أيضا قادرة على تحمل نفقاتها أو تكلفتها. احنا النهاردة في دائما ما تتشكل القوى العظمى من قوى سياسية وعسكرية واقتصادية. النهاردة القوى الاقتصادية لم تعد في يد الغرب وحده، احنا عندنا روسيا اصبحت دولة قوية اقتصاديا من الصين طبعا من الأساس. بالضبط كده. فبالتالي لو تشكل تحالف، لو تم تشكيل تحالف بين الصين وروسيا، خاصة ان الدولتين من الدول الشمولية، اعتقد ان احنا هنكون بصدد تشكل نظام عالمي جديد فعلا. ويمكن لم تشارك روسيا في او شاركت روسيا بداية من التسعين لانها كانت مقرة بالنظام العالمي احادي القطبية. ده سؤالي دكتور محمد. من 91 او من وقت انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا
وهنا نتحدث عن النظام العالمي ذو القطب الواحد اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. خليني أتكلم، هل فشل هذا النظام، نظام القطب الواحد، خاصة أن منذ حتى يعني زعامة الولايات المتحدة الأمريكية للنظام العالمي كثير من النزاعات، كثير من الحروب، كثير من الاستنزاف لدول العالم. هل نحن بصدد مرحلة جديدة وتشكيل قوة جديدة توازن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوة صاعدة هي الصين مثلا؟ بالضبط، خلينا نقول بلاش نقول ان النظام الأحادي القطبية فشل، انما النظام بيشهد تطورا. النظام كان متعدد الأقطاب في فترة، ثم تغيرت القطبية لثنائي القطبية، ثم تغيرت لأحادي القطبية، ثم تعود مجددا لثنائي القطبية. مش هنقول فشل، انما لانه استمر على مدار حوالي 30 سنة. خلينا نتوقف هنا دكتور، ازاي ما فشلش؟ يعني دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية، حتى خلينا في التقرير بداية تحدث عن الرباعية والأزمة والاحتلال الفلسطيني ودولة إسرائيل، وكيف فشل؟ يعني نحن نرى الولايات المتحدة الأمريكية تعربد في دول العالم كيفما تشاء وتحارب أي دولة تحت عنوان كبير جدا اسمه الأمن القومي الأمريكي. من حقها أن تحارب أفغانستان باسم الأمن القومي الأمريكي، وأن تحارب في العراق باسم الأمن القومي الأمريكي، وأن تحارب في سوريا باسم الأمن القومي الأمريكي، وكل هذه الدول أصبحت خرابة. يعني كيف يعني كان هذا النظام؟ أنا تحفظي هبي على مصطلح فشل، هو كل نظام عالمي له مزاياه وعيوبه. تمام. هو هي دي من عيوب النظام أحادي القطبية دائما وأبدا، إن في قوى مسيطرة، في قوى مهيمنة، وهي اللي بتفرض إرادتها على المجتمع الدولي. تمام. ككل. فده أحد العيوب، لكن نقدر نقيمه بأنه فشل إزاي في حين إن هو استمر حوالي 30 سنة. هو دي مرحلة من مراحل التطور من وجهة نظري، ان المجتمع الدولي بيتطور، بيمر بمراحل مختلفة، كل مرحلة ولها مفرداتها ولها ملامحها وادواتها. بالضبط كده. فاحنا بصدد نظام دولي جديد بيتشكل، لن يكون القطب الثاني فيه الاتحاد السوفيتي، ولكن اعتقد قوة شرقية مكونة من روسيا والصين. تمام. خلينا أتكلم من ضمن الأمور الهامة يعني التي تبحث أو التي بحثت في مؤتمر ميونخ، هو الملف النووي الإيراني والمباحثات برضو في الملف النووي الإيراني. يعني كل شوية لا قربنا، لا توقفنا، لا في أمل، لا ما فيش أمل، هناك تحفظات، هناك هناك هناك. يعني هل هناك أمل في يعني حل الملف النووي الإيراني في مباحثات فيينا اللي بقى لها فترة؟ يعني اعتقد اذا ما تأزم الوضع في اوكرانيا فلن يحل الموقف في الملف النووي الايراني سريعا. في حالة تأزم الوضع الاوكراني الروسي فالدنيا هتكون فيها نوع من التوتر، خاصة ان العالم الغربي سينشغل اكثر بالموقف في روسيا، سينشغل اكثر بالموقف في اوكرانيا، بالتالي هيأجل شوية الحسم في الملف النووي الإيراني، خاصة ان ايران كمان غالبا ما ستميل الى الالتجاء الى روسيا، سترتمي في الاحضان الروسية بشكل اكبر في الفترة القادمة، فده هيؤزم الموقف على صعيد الملف النووي الإيراني. وان كنت في هذا السؤال تحديدا، اعتقد ان اسرائيل قد تستغل الانشغال العالمي بالموقف الروسي الأوكراني وتوجه ضربة للملف النووي الإيراني لإيران. أعتقد أن ده قد يحدث. صعب ده يعني. إسرائيل دائما ما تستطيع. خلينا نتكلم يعني هناك يعني للأسف يعني هناك أزرع عسكرية لإيران في 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 معظم الدول العربية، إذا تحدثنا عن سوريا، إذا تحدثنا عن العراق، إذا تحدثنا حتى عن لبنان، وكلها متاخمة لإسرائيل ومتاخمة أيضا لمصالح استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج. إحنا هنا بنتكلم على مسألة كبيرة، يعني توسع كبير. أعتقد يعني إن إسرائيل دائما ما تستغل الفرص جيدا، ودي هتكون فرصة مواتية، وقد تكون يعني قد يكون الموقف الدولي بيتأزم لصالح هذا الأمر. خليني هنا أتكلم عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وحديثه على أنه وسط هذه الأزمات الكبيرة أو الأزمة الكبيرة، أوكرانيا، لا مش عارف ملف النووي، توارت
أزمة الشرق الأوسط يعني، وهنا نتحدث عن منطقة فيها يعني نزاعات وفيها صراعات وفيها قتل وفيها دمار. نتكلم على سوريا، نتكلم على الأزمة في لبنان، نتكلم على الأزمة في العراق، نتكلم حتى على الأزمة المستمرة في اليمن. ويعني هل توارت هذه الأزمات مع وجود الأزمة الأوكرانية، مع وجود الملف النووي في فيينا، مع أننا عارف أن كلها متصلة ببعضها، خاصة الملف النووي وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط؟ أعتقد أن لا، لم تتوارى القضايا العربية أو قضايا الشرق الأوسط، لكن كل ما هنالك هي أخذت خطوة للخلف، خاصة في ظل وجود الصراع المحتمل ما بين القوى الكبرى دلوقتي، فبالتالي هي بس خطوة للخلف، لكن ما نقدرش نقول إنها توارد بدليل إن هي نوقشت حتى في خلال مؤتمر ميونخ. نوقشت قضايا الشرق الأوسط، نوقشت قضايا تانية، حتى من ضمن القضايا اللي نوقشت قضية زي قضية التغير المناخي، ففي قضايا نوقشت ولكن لم تطرح إعلاميا على الساحة الإعلامية، يمكن لاهتمام الإعلام العالمي دلوقتي بالقضية الأهم أو الأكبر من وجهة نظرهم، خاصة أنها قضية لسه حديثة، فبالتالي هي اللي هي تستحوذ على الساحة الإعلامية. لكن القضايا نفسها تم تأخيرها ولا لا؟ لا طبعا، أعتقد أنها لم تتوارى، وبالعكس هي دائما مطروحة، وزي ما حضرتك قلت من دقيقة ان القضايا دي كلها متصله ببعضها. الصراع الدولي بين القوى الكبرى غالبا ما ياخذ شكل اللي هو بنسميه البروكسي وور او الحرب بالوكاله. فبالتالي ما بيكونش على اراضي بالظبط كده. تمام، خليني هنا يعني قبل سؤال الاخير لحضرتك اتكلم على مساله القضايا برضو من ضمن ما بحث في مؤتمر هنا، الارهاب والامن السربياني ولا السرياني والمعلوماتي، وخاصة أن هناك حديث الآن عن حرب خفية ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص حرب المعلومات يعني. بالضبط، برضو من ضمن القضايا اللي نوقشت وبشكل كبير هي قضية الأمن السيبراني. الصراع النهاردة يعني احنا نقدر نقول ان احنا في زمن الجيل الرابع والخامس، الخامس بالضبط، فبالتالي الحروب لم تعد فقط حروب قوى عسكرية فقط، وإنما الحروب النهاردة احنا بنشوف ان دول بتسيطر على مطارات دول أخرى دون أن تحرك جندي واحد، وبتعمل حرائق وبتعمل تفجيرات وأمور كثيرة بالضبط. فبالتالي الأمن المعلوماتي هو الأمن الأهم دلوقتي، هو الذي تسعى الإرهاب الجديد يعني. بالضبط كده، فده أعتقد ان هو القضية الأهم والأخطر، واللي أعتقد انها هتحظى بمناقشات أوسع. أخيرا السؤال الأخير، الدور المصري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، لأن خليني أقول للسادة المشاهدين أن الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العلاقات الخارجية، هو يعني السيد الرئيس تولى هذا الملف شخصيا طبعا بالاشتراك مع وزارة الخارجية والوزير الناشط سامح شكري، كان في عنوان مهم جدا، هو عنوان المصالح المشتركة، نحن لسنا مع طرف على حساب آخر، ولسنا في علاقات استراتيجية مع دولة دون الأخرى، نحن في علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقات استراتيجية مع الصين، وعلاقات استراتيجية مع روسيا، وعلاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصالح المشتركة ودون التدخل في الأمور الداخلية للدول. دور المصري في الاستقرار، خاصة حتى في أزمة الشرق الأوسط وفي مايو الماضي، كان في دور مصري كبير لإنهاء الصراع أو إنهاء قتال القوات الإسرائيلية لأهالينا في قطاع غزة، ده كان ملف آخر. الدولة المصرية يعني الآن دورها البارز في ملفات هامة في الشرق الأوسط. الدولة المصرية ما غابت ولن تغيب عن الشرق الأوسط. الدولة المصرية جزء أساسي من الشرق الأوسط، هي الركيزة الأساسية في الشرق الأوسط، ركيزة الأمن القومي. والحكومة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينظر إلى الأمن القومي المصري على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. فبالتالي الأمن القومي العربي، وأنا أذكر جيدا كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة لما بيقول مسافة السكة. احنا الامن القومي العربي بالنسبه لنا كتله واحده بالظبط لا يتجزأ. فبالتالي انا اعتقد ان في قمه ثلاثيه النهارده بين مصر والجزائر والكويت في الكويت، بتناقش اصلا اثنين من اهم القضايا في منطقه الشرق الاوسط، هي قضيه ليبيا وقضيه سوريا بالاساس، وفكره عوده سوريا الى جامعه الدول العربيه. فبالتالي مصر دائما ما تسعى انها توحد بالظبط كده القرار العربي، وده شيء مهم جدا يعني.
دايما زي ما انا بقول مهم جدا لم الشمل العربي، مهم جدا القرار العربي. عندما ننظر الى الخريطة العالمية تشعر بحزن، كل الصراعات في منطقة الشرق الاوسط عربية، كل الاهدار لهذه الاموال والثروات عربية، كل هذه الدماء التي تراق هي دماء عربية. نتمنى السلامة لكل الدول العربية. في نهاية هذه المساحة الرابعة بتوجه بالشكر لضيفي الدكتور محمد شاكر مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من المساحة الرابعة. اشكرك شكرا جزيلا. والشكر لزملائي فريق اعمال المساحة الرابعة لهذا اليوم. اشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. الحكم انا ايهاب اللوندي على خير، الى اللقاء.